تواصلنا يستمر بالتحية المتجددة التي تأتي اتباعا شوطا يتلو الآخر تهانينا ليوسف بن سليمان العسكري على فوز براقة وتسجيله التوقيت الأفضل دقيقتين وست، والتي بدأت بالانطلاق من البداية حتى النهاية وقدمت العروض الممتازة بنت الباز لتأتي بإبداع التوقيت، مع أيضا يوسف بن سليمان العسكري الوهيبي الذي قدمها بالانطلاق المبهر والتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. أعلنت انطلاقة الشوط الرابع، أعلنت بداية التحدي الرابع لسن الفطامين في أرضية هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، مقدمة في هذا الشوط الهبيب السهيل بن محمد بن خلفان المزروعي يتقدم من احد ابناء الميدان. المركز الثاني طلوع عبد الله بن سيف بن حميد الكتبي، بينما المركز الثالث شاهين محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري. تدخل في هذه اللحظات شاهين راشد بن محمد بن دري المنصوري، وصول مصدع مازن بن سيف بن علي اليابري يتواجد في هذا الانطلاق. شوف القادم من الجانب الاخر، شوف الانطلاق، شاهين خليفة بن سيف بن عمان المهيري يتواجد في هذا الإبداع. وصل المشهر، وصل بن قداد الكثيري، مسلم بن بخيت بن قداد الكثيري، ولكن الهبيب هب هبوبة مع بداية هذا الصباح، هب هبوبة مع بداية هذا الانطلاق. هذا الهبيب يتقدم. السهيل بن محمد بن خلفان المزروعي ياتي بانطلاقة ايضا نسمات الناموس، لياتي ايضا بوجود الهبيب على المقدمة وعلى المركز الاول مبدعا في هذا الانطلاق. شوف المشهر قادم، وصل المشهر، وصل بن قداد الكثيري، وصل المشهر مسلم بن بخيت بن قداد الكثيري ياتي بأحد صفقاتها الرابحة لينطلق أيضا مع المركز الأول مع الصدارة في هذا الانطلاق. هذا بن قداد، هذا مسلم بن بخيت بن قداد الكثيري. أهالي الجنوب، أهالي الجنوب، شكرا لسعيد المشايخي، من قاد بالتضمير عيادي، من قاد بالإبداع نحو تحقيق ناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني لسهيل بن محمد بن خلفان، ثالثا لأحمد بن خلفان بالصايق، رابعا لمازن بن سيف بن علي اليابري. دقيقتين وثمان، المشهر كان في قمة الإبداع لينتقل أيضا الناموس من السويحان إلى عمان مع مسلم بن بخيت بن قداد الكثيري. تهانينا والناموس لأهالي الجنوب.